نفس السيناريو اللي بقالنا شهور متابعينه ومسلسل الأزمة المالية للزمالك لسه مستمر وفي تطور للأسوأ، والخلافات بين المستشار مرتضى منصور وممدوح عباس كل ما تهدى شوية وخلاص يتم الوصول لحل ترجع تاني الأزمة أقوى من الأول، وشكلها مش هتنتهي بسهولة خاصة بعد الحكم بتأييد الحجز على أرصدة الزمالك ورفض الاستشكال اللي قدمه مرتضى منصور. بس الساعات اللي فاتت المستشار مرتضى منصور كشف مفاجآت كانت صادمة للجمهور وخاصة بالحجز على الأموال، بس المرة دي من قبل وزارة المالية، ومش هتصدق طالب وزارة المالية بإيه. أنا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف تطورات الأزمة وصلت لفين وإيه الرسالة اللي وجهها الممدوح عباس. نشكركم لحسن تعاونكم معنا، فلوس الدولة راحت للدولة ولا عزاء للأغبياء، ده اللي نشره المستشار مرتضى منصور تعليقاً على صفحته الشخصية بيعلق فيه على خطابه لوزارة المالية، واللي أكد فيه إنه وجه خطاب رسمي لمحمد معيط وزير المالية بيطالبوا فيه بالحجز على أرصدة النادي في البنوك لصالح الضرائب. وقبل ما ينشر صورة من الخطاب قال في تصريحات ليه على قناة الزمالك إنه تواصل مع وزير المالية علشان يتم الحجز على حساب النادي البنكي، وده للحصول على مديونية الضرائب بتاعة الزمالك والمحجوز عليه برضو من قبل ممدوح عباس. وكمل وقال أنا أخترت وزير المالية بخطاب رسمي إن ليه الأولوية في الحجز على الفلوس المحجوز عليها في البنك. مصلحة الضرائب هتحصل على الأموال المحجوز عليها في البنك لأن ده دين سابق وهو مقدم على أي دين آخر لأي شخص تاني، وإن الضرائب هتحصل على 60 مليون أو 70 مليون، وإن الضرائب دي كانت في عهد ممدوح عباس نفسه، وإن المستشار مرتضى منصور دفع 120 مليون جنيه ضرائب على ممدوح عباس سنة 2020. كشف مرتضى منصور إن الحساب اللي فيه فلوس الزمالك هو نفس الحساب اللي هيحجز عليه ممدوح عباس واللي فيه حوالي 60 مليون جنيه، وشدد المستشار مرتضى منصور إن عباس مش هياخد ولا مليم من الفلوس لأنها حق الزمالك ومال عام وهيروح للدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية. وقال أنا ليا 30 مليون جنيه عند نادي الزمالك، كنت اتبرعت بمبلغ مليون دولار لما كان النادي بيمر بأزمة مالية، ولو قدمت طلب هاخدهم ولكن مش هعمل كده لأني بحب الزمالك. ووجه الخطاب ده فعلا وقال فيه نتشرف بالإحاطة بأن مأمورية الضرائب دائنة لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات، فالرجاء من سيادتك الحجز على حساب نادي الزمالك. وكشف الخطاب ده عن أرقام الحساب الخاصة بالزمالك والمبالغ المالية اللي فيها واللي كانت ما بين 44 مليون جنيه و 4 مليون جنيه، يعني الإجمالي بالمصري 48 مليون جنيه، وحساب تاني بالدولار فيه حوالي 335 ألف دولار، والأخير باليورو وفيه حوالي 5000 يورو. وقال إن ده لاستيفاء حق الضرائب وإسقاطها من الضرائب المستحقة على الزمالك، وده فعلا الخطاب اللي وجهه المستشار مرتضى منصور لوزير المالية، وزي ما يكون ده المخرج القانوني الوحيد إنه يدخل الحكومة في الموضوع. وكده تبقى المشكلة بدل ما كانت ما بينه وما بين ممدوح عباس هي بقت بين وزارة المالية وممدوح عباس، ولو عايز فلوسك عليك وعلى الحكومة. المستشار مرتضى منصور قال قبل كده إن ممدوح عباس حصل على أمواله 4 مرات قبل كده، والمحكمة قالت إنه لا يجوز الحجز على أموال الزمالك لأنها أموال عامة، هل تم تغيير القانون؟ واستغرب وقال أنا مش عارف. وأكد مرتضى منصور إنه هيستمر في معركته القانونية ضد ممدوح عباس لإثبات حصوله على مديونية 4 مرات بعد إرسال ملفات كاملة بالأزمة لوزير العدل بيثبت ده، وهيتم الاستئناف أمام محكمة النقض. تصرف المستشار مرتضى منصور قانونياً ناس بتقول إنه إجراء قانوني سليم وهيكون في مصلحة الزمالك، وناس بتقول العكس، لكن بما إنه في الأول وفي الآخر محامي فأكيد المخرج ده قانوني 100%. ولا أنتوا رأيكم إيه؟ الحقيقة مفيش حد متضرر من الطرفين، الزمالك هو الوحيد اللي هيتأثر بالأزمة والخلافات دي. يا ترى هتخلص إمتى الدوامة دي وإزاي؟ ده اللي هنعرفه الساعات اللي جاية، فخليكم معانا.